السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكون صحتكم بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. اليوم نشارك معكم واحد المسمن اللي تيجي خطير في المذاق وحتى في الشكل ديالو، تيجي زويون كيف ما تشوفوا. المسمن اللي هو هماوي كيف ما تشوفوا، تيجي كله محلول كيف ما غادي تشوفوا معايا، تيجي كامل مورق بواحد المذاق، واحد الخلطه اللي هي سحريه. نتوما كيف ما تشوفوا المسمن ديالنا، نتوما المسمنه تتحلو فيها كيف ما بغيتو، كلها تجي مورقه. هانتوما كيف ما تشوفوا تيجي خفيف ورطب، ما تشبعيش منه. واحد الطريقه اللي هي سهله كما قلت لكم، واحد الخلطه اللي هي سحريه، وحتى الطريقه ديال الطو ديالو حتى هي غتكون شويه مختلفه على اللي مورفين تنطروه على 4. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم تتبعوه من الاول حتى الاخر باش نتوما ان شاء الله تصدق لكم بحال هذه النتيجه هذه ديال هذا المسمن هذا كيف ما قلت لكم، اللي تيجي غزال بزاف. غادي ندوزو البنات نشوفو المكونات والطريقه باش غادي نخدمو هاد المسمن. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوناش من لايكات ومن التعاليق ديالكم كيف ما بغاو يكونوا، مرحبا بهم. ندوزو نبداو على بركه الله. هانتوما البنات هادو هما المكونات باش غادي نعجنو هاد المسمن ديالنا. دقيق عادي، عندي هنا الدقيق الفورس الممتاز، وعندي الدقيق القمح بالنخاله، غربلتو حيت ديك النخاله الغليظه وخليت ديك الرقيقه، وعندي هنايا كميه ديال الملحه. بالنسبه للبنات الكميات هما ديروا الكميه اللي بغيتو، انا دايره هنا شويه كميه كبيره، دايره كيلو ديال الدقيق الابيض ودايره نص كيلو ديال الدقيق بالنخاله ديالو. نتوما ديروا غير نص الكميه، لان هاد الكميه راه تعطي تبارك الله خير الله. دايره معلقه كبيره ديال الملحه، ودايره هنايا البنات معلقه صغيره ديال الخميره مع معلقه ديال السكر سنيده، درت فيها شويه ديال المدافي ونخويها هنايا، معلقه البنات غير صغيره ديال الخميره والمدافع. غادي نجمع العجينه عاديه البنات كيف ما تنعجن المسمن. السر هو في ديك الخلطه اللي غادي نديرو فيها. دابا غادي نعجن المسمن ديالي عادي، نجمعو بسم الله كيف ما تتشوفوا، نبقى هكا حتى نجمعو وعاد نتلاقى معاكم. البنات انا حطيت هنا في سطح العمل عند الكا واحد شويه حتى تطيبوا المسمن ديالنا عادي، ونعاود نتلاقى معكم باش نشكلوها. نديرها واحد شويه ونجيبها ماشي بزاف. غادي نتبع واحد شويه ديال الزيت من بعد ما دلكتها واحد شويه، وغادي نغطيها نخليها ترتاح واحد شويه بما وجدت ديك الخلطه. غنتلاقى دابا معكم باش نصايبوا الخلطه ديال المسمن. البنات غندوزو دابا نصايبوا الخلطه ديالنا. غنحتاجوا فيها جوج حبات ديال الفرماج مثلثات، وغنحتاجوا 3 المعالق ديال مايزينا كيف ما تتشوفوا، ونحتاجو خماره حمراء وحده، ونحتاجو الزيت والزبده اللي ذوبنا من قبل. اول حاجه البنات غادي ندير هاد جوج فرماجات حتى البنات يعطيو، ولا عندكم البنات حتى الفرماج الاحمر يمكن لكم ديرو جوج معالق محكوكين ديال الفرماج الاحمر، تيجي مذاق خطير البنات في المسمن. غندير البنات الخماره هي الاولى، نزيد عليها 3 المعالق د مايزينا يكونوا عامرين، ونضيف واحد الكميه ديال الزيت باش نطلق هذا الخليط. هذا هو الاول، نحل هاد الحبات ديال الفرماج كيف ما تشوفوا، نحاول نحلهم هما وديك مايزينا، ما يبقاوش هكا عندي، يندمج لي هاد الخليط. عاد من بعد غادي نضيف البنات الزبده والفينو، دقيق الفينو الصفر، نخلطها البنات مزيان هاد الفرماج وغادي نتلاقى معكم. بعد ما خلطت غادي نزيد دابا جوج كيسان ديال الفينو. بالنسبه للبنات هاد الخلطه هادي راه تتبقى على حسب الكميه ديال المسمن اللي عجنتو. انا كما قلت لكم راني عاجنه كيلو ونص، نتوما الا درتو قل. هانتوما البنات كيف ما تتشوفوا نحاول نخلط مزيان داك الفينو مع داك الفرماج، وما يزينا منها داك الفرماج يزيد يتحل ليا. عاد من بعد غنبقى نضيف الزبده كيف ما شفتوا، عندي الزبده هنا مذوباها، غنبقى نضيف شويه بشويه، غنحل مزيان بعد هاد الفرماج وعاد نعاود نتلاقى معكم. البنات من بعد ما خلطتهم مزيان كيف ما تتشوفوا، غادي ندير الزبده هنا اللي مذوبه، غادي ندير جوج الكيسان، الكاس الاول ونضيف الكاس الثاني، تكون دافيه البنات شويه، هي الاخرى نضيفوها، ما نضيفوهاش البنات في الاول. صافي البنات، ونحرك هذا الخليط نتاعي
كما تشوفوا حتى نحصلوا عليه على هذا الشكل. هذا كما قلت لكم هذا الخليط هذا، راه واخا ما تيبقى لكم هذا الخليط راه ما تيضيعش، ديروه في قرعه وديروه في الثلاجه الا بغيتوا تعاودوا ديروا به المسمن، بحال تما درتو كميه كثيره ما تخافوش منها. صافي البنات هذه هي الخلطه ديالي، غنخليها على جنب وغادي ندوز نشكل حداكم المسمن. المسمن البنات كيف ما شفتوا ما خليتوش ارتاح بزاف الا بقيت فرصت حداكم الخلطه. بالنسبه للحجم البنات ديروا نتوما الحجم اللي بغيتو، انا غندير مسمنات كبارين كما تشوفوا معايا، ندير واحدة كبيره وغندير لها قالتها مولاتها بنيتها. هانتوما كيف ما تشوفوا غندير واحدة كبيره واحدة صغيره، غنبقى مستمره هكا حتى نكملو. ندير واحدة صغيره وندير واحدة كبيره حتى نكملو كامل، نحاول نديرهم قد قد. الطريقه راه واضحه نتوما كيف ما شفتوا، اللي درتها كبيره تندير معها وحيده صغيره باش يجينا البنات مفرك هذا المسمن ويعجبكم ان شاء الله. صافي نبقى مستمره حتى نكمل هذه الكميات العجينه اللي عندي ونعاود نتلاقى معكم. نتوما كاملين كل وحده درت معاها اختها، دوريا بسطتهم هكا بيديا كيف ما شفتوا. غادي نبدا دابا نورق وحداكم البنات، نبدا نورق حداكم. هزيت الحبه الصغيره هي الاولى، نورقها هي الاولى مزيان كما تشوفوا. مشاو البنات راه ما خليتش العجينه ارتاحت، دغيا دغيا درتها لان في هذيك المعلقه ديال الخميره ديال الخبز نتوما ندير شويه من داك الخليط اللي درت هي في الوسط شويه، ونطوي المسمنه هكا ديالي عادي على اربعه ما غاديش نكثر فيها الخليط. وناخذ البنات المسمنه الكبيره اللي اصلا دهناها بداك الخليط من الفوق كما تشوفوا، ونحاول نرققها مزيان ونبقى ندير الزيت غير من التحت نتاع المسمنه بحال هكا ونورق الوجه، ما نديرش فيه الزيت الوجه ندير فيه داك الخليط. انتما البنات كون ما كبرتوها كون ما تجي المسمنه مورقه ويعجبكم ان شاء الله. انتما كيف شفتوا البنات ناخذ شويه من داك الخليط نديرو هكا على الوجه ديالها، وناخذ هاد المسمنه البنات نديرها في الوسط ونحاول نقرصها كيف ما شفتوا. وناخذ البنات هاد العجينه نتنيها هكا التنيه الاولى وندير شويه د الخليط، والتنيه الثانيه غنديرها فوق من هادي. نتمنى تكون واضحه، نعاود حتى هنا بنفس الطريقه التنيه الاولى بحال هكا وشويه نتاع الخليط، والتنيه ديال هادي غتجيني بحال هكا. نتوما شفتوا البنات ما درتش وحده فوق من وحده، نتوما وحده حدا وحده باش يجينا مورق. صافي غنتني هادي هكا والجهه الاخرى بحال هكا. نتمنى البنات تكون واضحه الفكره، نعاود حداكم وحده اخرى باش تفهموا مزيان. وحده كبيره وحده صغيره، دائما تنبداو بالصغيره هي الاولى تنوجدوها كيف ما شفتوا. نحاول نرققها. بالنسبه لهاد الوسطانيه البنات ما تنكثرولهاش داك الخليط، نديرو فيها اي كميه قليله هكا يروس السبعه من ندهنوها، ونطويها عادي على ربعه بحال تنديرو المسمن ديالنا العادي بحال هكا. وغادي ندهن سطح العمل مزيان بالزيت، وناخد المسمنة الكبيرة اللي أصلا راني دهناها في اللول بالخليط، نعاود نزيد لها كمية ونحاول نرققها. بالنسبة البنات هنا لتحت تندير غير الزيت بوحدها هي باش تمشى ليا المسمنة. هانتوما شوفو البنات أنا درت هنا فيه الدقيق الكامل، يمكنكم ديرو نتوما الفينو وديرو اللي يعجبكم. بالنسبة للعجينة المسمنة البنات ديرو أي دقيق تترتاحوا فيه، أهم حاجة هي الطريقة. البنات تناخد هاد المسمنة الصغيرة تنبسطها هكا مزيان في الوسط، تناخد شوية من الخليط تنديرو على المسمنة تنتني الطوية الأولى كيفما شتو، الطوية التانية تنجيبها فوق من المسمنة. واضحة البنات التنية الأولى والتنية التانية تنقابلها مع ختها، هانتوما كيفما شتو متنديرهاش فوق منها تنقابلها معاها، هانتوما شتو مقابلين. تناخد هذا تنتني هكا وبحال هكا. صافي البنات نبقى مستمرة أنا حتى نكمل هاد المسمن كامل اللي عندي ونعاود نتلاقى معاكم.
غنبدا نقرز دابا نبدا نطيب، واخا راه مازال ما كملتش لان راكم عارفين في ديك المعيقه ديال الخميره باش ما يخمر لياش. دائما البنات فاش بغاو تقرصوا هذا المسمن بداو من الوسط من ديك الحبه اللي دايرين حنا في الوسط، لان الجناب راه ما غلاطينش بزاف ما غايجيكمش غلاط. صافي بحال هكا حاولوا تقرصوه مزيان من الوسط تعطيو حقه باش ما يجيكمش عاوتاني غلاط بزاف. راه المقله هي تتسخن صافي، نتسنى نقاد لها الجناب ونديرها في المقله. حطيت المسمنه ديالي هكا في المقله، نرشها بواحد شويه ديال الزيت. كما تنقول لكم دائما المسمنه غير تشد راسها نقلبوها ما نخليوهاش حتى طيب، نخليها تشد غير راسها كما شفتوا انتما في البلاصه غنقلبها باش يعطينا داك الفيلتاج ديال المسمن. ثاني نخليها تشد راسها من الجهه الاخرى ونعاود نقلبها البنات شوفوا كيجي البنات غزال هذا المسمن. صافي البنات غنخليها دابا هكا طيب على خضرها وعاوتاني نقلبها الجهه الاخرى. انتما خليكم معايا باش تشوفوا. شوفوا البنات شفتي يدي تنفخ تيبدا يتحل كامل، هي بدات تقلب. نبداو نقلبوا كل ساعه وانتم تشوفوا كيف تيجي، تيجي غزاله البنات. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه ويعجبكم ليها المسمن، تيجي كله مهوي انتم كيف ما تشوفوا كله كله محلول. صافي غنبقى مستمره حتى تحمر ليا كما شفنا. راه البنات تنقلب غير بيديا ولفوا الحراره انتما تجيكم المسمنه كامله شهوه منها. انتما شو كتبقى يتنفخ حتى المذاق ديالو تيجي لذيذ بزاف. صافي غادي ندير واحد شويه وغادي نحيدها وغنبقى مستمره هكا غادي نطيبو كامل ونوريكم الشكل النهائي ديالو البنات. انا ساليت المسمن ديالي كله طيبته، هانتوما البنات شوفوا النتيجه ديالو كيف تيجي، تيجي غزال بزاف. نتمنى انكم تجربوه شوف كيف تيجي، تيجي كله مورق هانتوما كيف تيجي من البيض بحال هذاك ديال الزنقه ولا احسن من ديال الزنقه ب 1000 درجه كيف ما تعرفوا. مصايبين شي حاجه عندكم في الدار هانتوما شوفوا البنات كله تيجي محلول هانتوما تيجي طايب وزوين هانتوما شوفوا هذا هو الشكل ديالو، تيجي كله مفرك هانتوما كيف ما تشوفوا ورطب هانتوما كيما تشوفو. هادي هي النتيجة ديالو هانتوما، نتمنى أنه يعجبكم الفيديو ديال اليوم وحتى المذاق ديالو تيجي البنات غزال بزاف، يجي كله مورق. هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، وهادي هي الكمية اللي حصلت عليها بالنسبة لدوك المقادير اللي درت. نتوما ديرو غير نص الكمية لأنني أنا درت كمية كبيرة، نتوما ديرو غير نص ديال المقادير وجربوها وردو عليا. نتمنى الفيديو ديالي اليوم ديالي يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوناش من اللايكات ومن البارطاج ومن الدعوات كيف ما تنقول لكم دائما، والله يجازيكم بالخير والى فرصه مقبله ان شاء الله.